يلا عمورة، يلا 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 يلا. ايه اليوم عمورة عنده لقاح شلل الأطفال، فخطر بباله يلعب شوي قبل ما نروح لهونيك. فهلا وسام لما تيجي السيارة خلينا نلعبه شوي، ما هيك وسام؟ يسعد أوقاتكم أصدقائنا، طولنا عليكم، بس نحن عم نجهز لكم شغلات كتير كتير حلوة إن شاء الله لقدام. فبتمنى تتابعونا وتنشروا قناتنا، وما تنسوا تعملوا لنا لايك وسبسكرايب حبيباتي. خلوكم معنا هلا بفيديو اليوم، رح نحكي شوي عن اللقاحات اللي بياخدها الطفل، وكمان اللقاحات اللازمة يلي كمان يلي بياخدوها الكبار. يلا بابي، يلا 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 يلا، مامي عم تصحنا، يلا باباي. يلا بطل هات ايدك، يلا. ضل هون، ضل هون محبوس. يلا يا ماما نتركه ونطلع. يلا بابي، يلا يلا. يلا باي لمين. يا جماعة هلا وصلنا على المركز الصحي، بس حبيت لكم شغلة. هلا هون المراكز الصحية للقاح يعني للرعاية الصحية هي مجانية، متوفرة في كل الأماكن والولايات، يعني حتى بنفس الولاية في عدة مراكز صحية، واللقاح مجاني للجميع. مزبوط عمار؟ يلا نعم. لازم نحط الكمامة، ما هيك؟ طلبوا منا نحط الكمامة، فوسام طلبوا مني كمان وراء عمورة. يلا يلا باباي، هلا بس بيسرحونا، هلا بيجهزوا اللقاح. هلا هذا الدفتر لكل الأطفال بيعطوهم أول ما بيولدوا، فبيكون معهم هذا الدفتر فيه حياته الصحية كاملة للطفل من أول ما بيجي لعمر يمكن 7 سنين، ما هيك؟ حاطين أو 12 سنة تقريبا، إيه يعني الطفولة كلها بيكون معه هذا الدفتر. أبري أبري ماماي، أبري 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 أكي. وهاي عمورة خلص اللقاح. ضربوا أبرة يا بابا. أبرة. بيو بيو. اللقاح القريب كمان. الحمد لله على السلامة يا بابي. يلا. حاضر. ايه يا جماعة، طبعاً كنت عم بحكي لكم عن اللقاحات، بس للأسف ما كان عم يسجل الموبايل، فقطع، بس هلا برجع بكمل لكم. فهي زي مثل ما شايفين لقاحات عمورة. طبعا هو اخذها كامله بانتظام، يعني الحمد لله ما في اي شيء عنده ناقصي له اياه. بس حاليا كان في حمله للقاح شلل الاطفال، فهي ما مكتوبه عنده بين اللقاحات المنتظمه، فهلا اخذها عموره. كمان قالوا لي في لقاح القريب، فلقاح القريب كمان هلا بنحكي لكم عن لقاحات للكبار كمان، فهذا كل سنه بيكون. فعطوه هلا جرعه، قال محمد عطوه جرعه لقاح القريب على شباط، الجرعه الثانيه رح تكون على شباط. ايه هلا الطفل طبعا من عمره زي ملاحظين عمره 3 ايام اخذ اول لقاح، هن لقاحات الكبد ب اي الحمى الصفراء، فبيكونوا على جرعات كمان، يعني ما بيعطوهم يا دفعه واحده جرعه كامله،
كرمال ما يكون تقيل. طبعا تعرفوا بعد اللقاح قديش بيتعب الطفل. آخر لقاح إذا الله راد رح ياخده عمورة بيكون على العمر 4 سنين. وفي هون لقاح ثلاثي ولقاح الحسبة الصفراء والحسبة العادية، ما بعرف شو أسماءهم بالضبط كلهم. الحمى الصفراء. الحمى الصفراء. لا الحمى الصفراء أخذوا، بس هاي الحسبة. إيه. الحسبة. هلا بالنسبة للقاحات الكبار يا جماعة، باختصار أول ما الواحد يجي لهون على البرازيل بيروح على المراكز الصحية بيطالب إنه دفتر اللقاحات اللي هن بيجوا بهالشكل هذا. هلا هدول دفتر واحد اللي واحد لوسام. فهون ايه هذا الوسام، هذا اسمك. هذا فيه اكثر لقاحات لانه وقت كنت حامل بعمر فضروريين هدول اللقاحات اخذهم. ايه طبعا بمتابعه الحمل لوسام فكتير اعتنوا باللقاحات تبعيتها. عمر عمر عمر. فا اهم اللقاحات اللي لازم ياخذها الشخص اللي هي لقاح ال اللهم صل على النبي، لقاح الكزاز، الكزاز، لقاح الكبد، خنا، لقاح الانفلونزا. كمان الانفلونزا في نوعين هون، وكمان في عدة لقاحات هون الثانية ما لها مذكورة. فرن بياخد لقاح ضد الدينكي، ضد الزيكا، هي البعوضة هي اللي بتنقل هاي الأمراض. هلا رح احكي لهم عنه هذا. ايه طبعاً أكيد. والحمى الصفراء وهذا شو كان وسام؟ الحسبة. الحسبة نعم. فهذا الدفتر كتير مهم الواحد يطالعه بس يجي على البرازيل يعني وتابع لقاحات. حتى لو كنا أخذين هلأ كلياتنا أخذين لقاحات بالبلدنا يعني وكاملين لقاحاتنا ونحن صغار، بس حتى لو كنا أخذينهم يعني بقولولنا معلش لو أخذينهم بترجعوا بتاخذوهم مرة ثانية. أكيد يعني أنسب وأسلم. اوكي يا جماعة، هلأ اللقاحات المطلوبة منكم قبل ما تجوا على البرازيل هي لقاح الكورونا، استرازينيكا او فايزر او جونسون او كورونا فاكي. هو مثل ما قلنا المطلوب بس لقاح الكورونا قبل ما تجوا على البرازيل. بعد ما تجوا على البرازيل في لقاح اسمه لقاح الحمى الصفراء، هذا ما ضروري تاخدوه قبل ما تجوا، هذا بتاخدوه اذا بدكم تكونوا بالبرازيل تطلعوا على بلد تانية، فما بيصير تطلعوا من البرازيل إلا تكونوا أخذين لقاح الحمى الصفراء. المركز الصحي هو يلي بيحدد مواعيد وتواريخ اللقاحات يلي بده ياخذها الشخص. حبايبي هلا خلصنا ورجعنا للبيت، نتمنى دوام الصحة والعافية للجميع. الشمس كتير قوية وشوب اي هلا بلش الصيف عنا. لا لسه ربيع على فكرة. ربيع اي بريمافيرا. لسه ما بلش الصيف، بس يعني جو صيف هون مثل ما قلنا لكم دائما شوب. انا بالنسبة لي يا جماعة احلى جو هذا الجو عندي، يعني احلى جو. يلا بنهاية هذا الفيديو ما تنسونا من لايك وشير وسبسكرايب، نشوفكم فيديوهات تانية. اكيد خلوكم معنا.